الدوري يعني من وجهة نظر كابتن ماهر رايح على فين بمنتهى الصراحة؟ هل احنا نقدر نقول يعني الاهلي كده بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله يحصل عليه، ولا حضرتك رايتك لحد دلوقتي المشهد عامل ازاي في الدوري؟ لا لحد دلوقتي والمؤجلات مش مش باين الصورة طبعا، مش واضحة يعني. الزمالك ماشي في المشوار بتاعه، واحنا طبعا التأجيلات بالنسبة لنا خصوصا اللي فات مهمة جدا، وده بيبقى لود واقع على الجهاز الفني واللاعبين صراحه وجمهور النادي الاهلي. لكن هنرجع كده للعام الماضي، لو نفتكر احنا عندنا تاجيلات يمكن 10 تاجيلات، وكنا في ترتيبنا في الجدول يمكن قبل الاخير او الثالث من تحت، والناس كانت مضغوطه والوضع اختلف صراحة جدا صحيح. وبعدين رجعنا طبعا، ودي خبرات لعيبه النادي الاهلي وجهازته الفنيه ومجلس ادارته، ان هي بتقدر ترجع للبطوله بشكل احترافي بشكل كبير. فالنهارده مستر موسيماني يعني بيعد العده او بيعد العده او بيجهز نفسه لبطوله الدوري العام. هو طبعا قفل الملف الافريقي دلوقتي، ويهمه جدا ان هو بطوله الدوري العام الملف اللي شغال فيه حاليا، لان كل 3 ايام ضغط كبير جدا واربع ايام بالظبط على لعيبه النادي الاهلي عشان يخلص المؤجلات حسب الجدول اللي اتحط طبعا.